ماذا تخير الإحصائيات أن أكثر من 6 ملايين من الجزائريين مصابون بهشاشة العظام؟ متابعة في الموضوع لنسيم الوافي. يعتبر التهاب المفاصل الرثوي أو ما يعرف بالعامية بالروماتيزم من أكثر الأمراض شيوعاً في الجزائر، والتي تصيب المفاصل بشكل رئيسي، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تآكل الغضروف والعظام التي تصاب بهشاشة، حيث يؤكد الأطباء أنه يصيب المرأة أكثر من الرجل. كاين انواع كثيره في امراض المفاصل، كاين الامراض اللي معروفين اللي يخصوا الانسان اللي يكون شويه كبير في العمر، كاين الاوستيوبوروز كيما لاختروز، وكاين انواع اخرين يقدروا يمسوا واحد كبير واحد صغير، وهو امراض التهاب المفاصل. لازم نداويهم باش ما يوليوش انديكابي، فهمتي؟ باسكو عندنا دي انديكابي من بعد امراض الريثيه بزاف. كما سجلت آخر دراسات وجود أكثر من 6 ملايين جزائري مصاب بداء هشاشة العظام الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى إعاقة في حالة عدم علاجه. 6 مليون أبوبخي 6-7 مليون كاينين، مي كاينين اللي يعني عندهم الألم بزاف وكاينين ما عندهمش الألم. سا ديبون هما الكاركتير تاع العبد. لا كاين الدواء ومن بعد الجراحة. وهو لازم يمشيو، لازم يديروا حركات يعني معينه، ما لازمش يهرفدوا الثقل. التشخيص المبكر وتفادي حمل الاثقال كلها عوامل تساعد على تفادي المرض، فالوقايه خير من العلاج. شن مدير الصحه لولايه قسنطينه دوره تفتيشيه للمؤسسات الاستشفائيه قصد مراقبه العمل اليومي وكيفية العمل أقول وجاء هذا خلال القرار الذي أعطاه وزير الصحة لمدراء الصحة للولاية عبد الجليل الحنديس وهشام طلبي. هو تفتيش متواصل طبقا لتعليمات معالي وزير الصحه والسكان وصاحب المستشفيات اللي راهي متواصله في الميدان يوميا، يعني في الايام الاسبوع او خارج ايام الاسبوع، اساسا مرتبطه اساسا بمدى تطبيق خريطه الطريق اللي اعدها معالي وزير الصحه واللي احنا نرافقوها دائما في الميدان. تطبيق لا سيكولار نيميرو 7 اللي ابليكي سي اون فارماسي دو ريغولاسيون، دونك لا فارماسي سنترال هاي تخدم في النهار دي ريغولاسيون تهز لو رولي ابري لا فارماسي سنترال افيك لي سيبورت دو جيستيون، هاك تشوف لا فيش دو ستوك اللي اجور درنا له كيلكو سوند كيلكو برودوي افيك لو ريجيستر مان كورونت، هذا يلفي ريسورتير لي زوبيراسيون تاعو دو جيستيون. كما لم ينفي المواطنون وجود نقائص بالمؤسسات خاصة في أيام العطل، وذلك بنقص الاستقبال وعدم وجود الأطباء. نستمع إلى البعض منهم. والله على كل حال الخمس سنين اللي عدوا بصح كاين فيها تلقى ديما فيها أمور نقص هكا، تلقى ساعات تلقى مثلا ما كانش ساعات تلقى كيما هذاك ناس الكار هذاك ما كاين دوزيام وشوين قاعد يدور ساعات جي يضرب انجيكسيون يجي معك السيران يجي معك، كاين امور مريحه وكاين امور ناقصه. اقتصاديا اقرت وزاره التجاره قانون الزام جميع المعاملات التجاريه التي تتجاوز قيمتها 50 مليون سنتيم باستعمال الصكوك، لكن هذه التعليمه بقيت حبرا على ورق. متابعه في الموضوع مع اكرام طباوي. لا يزال قرار وزارة التجارة القاضي بإلزامية استعمال الصكوك في المعاملات التجارية التي تتجاوز قيمتها 50 مليون سنتيما حبيس الأدراج بعد تفضيل أصحاب المشاريع والمؤسسات التعامل مع السوق الموازية بالسيولة النقدية. تعاملوا بشكارة علاش؟ خاطر ما عنديش ضمان، أنا كيعطيني الشاك شكون اللي يضمنه لي؟ داكور نقبل الشاك ماشي ما نقبلش، ماذا بيا أنا نخدم بالشاك، ولكن شكون اللي يضمن لي الشاك؟ اسكو لابونك اللي عطات له الكارني تشاك تضمن لي؟ إلا ما خلصش هي تجيب لي درام. ويرى الخبراء أن تفعيل التعامل بالصكوك عوض السيولة النقدية لا يحتاج إلى إصدار قوانين بل إلى عدة إصلاحات. هذا القرار في اعتقادي يحتاج إلى قرارات أشمل، قرارات أعمق تمس المنظومة
ضريبية تمس المنظومة الجبائية وتمس القرارات الاستراتيجية العامة للبلاد وخاصة الاستثمارات، توجيه الاقتصاد نحو الاستثمار المنتج. ثم حتى كذلك ممكن نتكلم عن المنظومة القضائية، يعني أنه لا يجب أن المتعامل الاقتصادي يحس بالأمان لما يعني يكون فيه تعامل بالشك، يعني يحس أنه محمي قانونا. حماية المال العام والاقتصاد الوطني ضرورة تجعل من التعامل بالصكوك حتمية لا بد منها، بعيدا عن التلاعبات والتهربات الضريبية. تربويا، كشف رئيس مصلحة الامتحانات والمسابقات بمديرية التربية لولاية جيجل السيد علي فضل عن تسجيل غياب ما يقارب 1085 مترشحا لاجتياز شهادة البكالوريا، منهم 92 مترشحا متمدرسا و993 مترشحا حرا. ميكروفون أيمن عبد الرحيم. سجلنا في اليوم الأول غياب 1085 مترشح موزعين كالتالي: 92 مترشحا متمدرسا و993 مترشحا حرا. هذه النسبة أو نسبة الغياب التي تراوحت بين 25.68% بالنسبة للأحرار تزامنت، وأن كل جل المترشحون أو جل المترشحين كانوا في امتحانات الجامعية. ربما هذا العدد كان سببا في ارتفاعه. المؤطرون كانت النسبة ضعيفة جدا بالنسبة للغياب حيث لم تتعدى 1%. في الشأن الدولي، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية اليوم أن الملك خوان كارلوس سيتنازل عن الحكم لصالح ابنه فيليب، وذلك بعد تدهور حالته الصحية. الملك الإسباني البالغ من العمر 76 سنة تربع على عرش البلاد سنة 1975 بعد موت الجنرال فرانكو، حيث حظي بشعبية كبيرة طيلة فترة حكمه، وذلك لقيادته الانتقال الديمقراطي بالبلاد بعد فترة من الحكم العسكري الدكتاتوري. ارتفعت حصيلة القتلى في مواجهات عنيفة في بنغازي شرق ليبيا صبيحة اليوم إلى 8 جنود ومدنيين في مواجهة مسلحة بين أنصار تابعة للشريعة وقوة تابعة للجيش الليبي موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر. وفي وقت لاحق من اليوم حلقت مروحيات عسكرية في سماء بنغازي وقصفت أهدافا لأنصار الشريعة، كما سمعت أصوات المضادات الأرضية وهي تحاول إصابة الطائرات المقاتلة. وكان تنظيم القاعدة قد دعا يوم أمس المجموعات المسلحة في ليبيا إلى القتال ضد الجنرال حفتر. أبعد الناخب الوطني وحيد حالي لوزيتش اللاعب عدلان كاتيورا لاعب خط وسط فريق كريستال بالاس الإنجليزي عن قائمة الخضرة المتوجهة لمونديال البرازيل بعد أيام. أبعاد كاتيورا جاء لعدة أسباب أهمها ابتعاده عن الميادين لمدة طويلة بسبب تهميشه من طرف ناديه الإنجليزي. وكان قد دار في الكواليس حديث عن إبعاد حسن يبدع عن قائمة المنتخب، إلا أن خيار البوسني استقر على كاتيورا. فقدت الأسرة الإعلامية الجزائرية أحد أبرز وجوهها الإعلامية التي كان لها حضورا مميزا خصوصا في سنوات السبعينات والثمانينات. عبد القيوم بوكعباش سيد أحمد دهديبل زار أحد الفقيد أو أهل الفقيد وأعد لنا بالتالي. فقدت الأسرة الإعلامية الجزائرية أحد عمدتها، وذلك برحيل الصحفي عبد القيوم بوكعباش عن عمر ناهز 79 سنة بعد مرض عضال. بوكعباش بدأ رحلته مع العمل الصحفي من بوابة الإذاعة والتلفزيون الجزائري. مباشرة عقب الاستقلال التحق بالإذاعة والتلفزيون كصحفي مقدم أخبار رفقة الرعيل الأول من صحفيين، أذكر بينهم الأخ حراث بن جدو المرحوم أحمد وحيد. فقيد الإعلام الجزائري تقلد عدة مهام أخرى، إن انتخب نائبا للمجلس الشعبي الوطني لثلاثة عهدات، ثم مستشارا بوزارة الثقافة قبل أن يشغل منصب مدير عام للإذاعة، وبعدها عضوا بالمجلس الأعلى للإعلام. وتشهد عائلته اليوم أن حبه للمهنة جعله يكرس جل وقته لخدمة مهنة المتاعب. وقته كامل للعمل تاعو، ولكن ما ينساش عائلته وولاده، كان يعاملنا معاملة حسنة. كان مثال في كل شيء،
في أخلاقه وفي نزاهته وفي التزامه بالروح الوطنية. وتبقى بصمة عبد القيوم بوكعباش في الإعلام الجزائري أكبر دليل على تضحياته التي قدمها للمهنة. إن لله وإنا إليه راجع.